بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن الأبعاد في 3D. إزاي إن أنا أعمل أبعاد لرسمة مرسومة في 3D زي الرسمة اللي موجودة عندي هنا. عندي هنا في خطوط مستقيمة مرسومة على زاوية 90 وفي خطوط مايلة. طب إزاي إن أنا أعمل الدايمنشن الخطوط المايلة والخطوط المستقيمة دي؟ هنشوف مع بعض. أنا لو جيت قلت له دايمنشن، عندي دايمنشن هنا فوق اهي، لو دوست عليها كده وقلت له دايمنشن الاين واخترت الخط ده اللي مرسوم في 3D، هيحصل ايه؟ مش هيديني الدايمنشن بتاعه، بيدوني بزيرو وما اقراش الدايمنشن اللي عندي. نفس الكلام لو انا جيت عملت دايمنشن للخط المايل اللي هنا ده اهو، بيدهوني مش مايل مع الخط، لا هو بيقرا النقط بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طيب انا اظبط الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له اندو، وهاجي اروح على كوردينيتس. عندي كوردينيتس هنا في هوم زي ما شايفين، بعدين كوردينيتس، وعندي الفيس هنا. لو فتحت السهم ده كده اهو فيس، بيظهر لي فيس هنا، بدوس عليها بالشكل ده كده واختار الفيس اللي انا هعمل عنده الدايمنشن، او اللي انا هعمل دايمنشن الاضلاع بتاعته. فانا مثلا هختار ده كده واحط المحاور الاكس والواي والزد في المكان ده كده، خلاص ان ده المكان اللي انا اخترته، هقول له اكسبت. وهاجي بقى اعمل الدايمنشن، هروح على دايمنشن وبعدين الايند اهو، واختار الخط ده. شايفين ظبط لي الدايمنشن بالشكل ده اهو، عمل لي الدايمنشن. طيب لو انا عايزه الخط المايل اللي هنا، يبقى انا هروح على كوردينيت هنا واجي اقول له فيس واختار الفيس ده اهي، الاكس والواي والزد حطيتها هنا، اقول له اكسبت، واجي اقول له دايمنشن الايند بالشكل اهو، باخد الخط المايل واعمل له دايمنشن، عمله لي زي ما احنا شايفين كده. لو انا لفيت اهو عمله لي بنفس ميل الخط، تمام. يبقى احنا عن طريق كوردينيت هنا بنحدد الفيس اللي احنا هنعمل عليه الدايمنشن. لو انا بقى عندي اسطوانه زي ما احنا شايفين كده وعايزه اجيب الدايمتر او الريديوس للدايره اللي موجوده عندي فوق، انا طبعا عامله له ارتفاع اسطوانه ولا الارتفاع بتاعها. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اروح على فيس هنا اهو واختار الفيس ده كده واقول له اكسبت، واجي اقول له دايمنشن وبعدين هختار دايمتر واختار الدايره اهي الدايره دي، على طول عمل لي الدايمتر بتاعها. طيب لو انا عايزه الريديوس هروح هنا كده واقول له radius اهي، يبقى انا كده عملت radius للدايره اللي موجوده عندي هنا في الاسطوانه. طب لو انا عايزه اجيب الارتفاع بتاعها هعمل ايه؟ هاجي اروح على face هنا برضو وهحط الفيس بتاعي هنا في المكان ده واجي اقول له accept، وبعدين اروح على dimension واقول له aligned واختار من السنتر ده للسنتر بتاع الدايره اللي تحت، اداني ارتفاع الاسطوانه. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نعمل دايمنشن لرسومات ثلاثيه الابعاد في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.